السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لي بتي فور بالزيت، واستعملت فقط مكونات بسيطة من بينهم الزيت، لكن كي تذوقوه وكأنما وضعنا فيه الدهان أو الزبدة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 3 بيض، نحتاج إلى كوب نتاع الزيت ما يعادل 200 مللتر، يعني كوب غير مملوء، هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر نتاع ماء. سنحتاج إلى النشا أو المايزينا نصف كوب أو 50 غرام، نحتاج إلى السكر كوب غير مملوء أو 200 غرام، نحتاج إلى خميرة الحلوى وبيكنج باودر نصف ملعقة صغيرة أو نصف كيس أو 5 غرامات، هنايا سكر فانيلا ملعقة كبيرة أو 2 كيس. نحتاج أيضا إلى الدقيق الأبيض أو الفارينة بالتقريب 450 غرام ما يعادل 3 كوب. هنا فقط ملاحظة، كمية الفارينة يمكن تتغير على حسب النوعية نتاعها. أنا استعملت 450 غرام، لكن تقدروا تستعملوا حتى 500 غرام. من تشكلوا العجينة من بعد تشكلوا لي بتيفور، شكلوا بتيفور واحد وطيبوه، إلا شفتوه فقد الشكل نتاعه أضيفوا الفارينة، ولا شفتوا حافظ على الشكل نتاعه هذيك هي الكمية تاع الفارينة اللازمة باش تحضروا لي بتيفور. هنا غادي نخلطوا الفارينة مع خميرة الحلوى والمايزينا أو النشا، غادي نخلطوا هادو 3 مكونات باش نضيفوهم في الاخير من بغون نحضروا العجينه. غادي نخلطوهم ونخلوهم على جهه. هنا في اناء الخلاط وضعت البيض، غادي نضيف له سكر فانيلا ملعقه كبيره او 2 كيس، نضيف ايضا السكر 200 غرام او كوب غير مملوء. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي والسكر يكون ذاب. من تحصلوا على خليط كريمي الكاطو يجي هش ويجي بنين ويذوب في الفم. غادي نستعمل العجان باش نخلطوا هاد المكونات، لكن تقدروا تستعملوا الدراب الكهربائي العادي. العجان ينقص عليكم التعب وايضا تربحوا في الوقت، يعني من هو يكون يعجن نتوما تقدروا تعملوا اشياء اخرى. هنا بعد ما تخلطوا المكونات جيدا وتحصلنا على الخليط كريمي، يعني السكر راه ذاب تماما، غادي نضيفوا الزيت بكميه قليله وفي نفس الوقت رانا نخلطوا حتى نكملوا جميع الكميه. غادي نخلطوا فقط دقيقه او 2، غير شوفوا هكا المكونات تجانسوا. نضيفوا في الاخير المزيج تاع الفارينه وخميره الحلوى والمايزينا او النشا. وهنا ماذا بكم استعملوا هذاك لاسخيمون اللي يجي على شكل مثلث، لاننا غادي نضيفوا الفارينه، ومن نضيفوا الفارينه العجينه غادي تولي شويه ثقيله، وهذاك اللي جاي على الشبكه غادي يتكسر لكم لو كنت تستعملوه في عجينه تكون صلبه ولا شويه متماسكه. بعد هنا اضفت المزيج تاع الفارينه خميرة الحلوى والنشا، وغادي نخلطوهم قليلا حتى نشوفوا هكاك العجينة تلمت مليح والمكونات كاع راهم متجانسين. فقط ملاحظة، مع المكونات تقدروا تزيدوا عطر الليمون أو قشور الليمون. غادي نضيفوا الآن شوية نتاع عطر الزبدة. كما لاحظتوا العجينه حضرناها بالزيت، لكن من تاكلوها غادي تستبنوا وكاننا حضرناها بالزبده، والكميه على حسب التركيز. هنا غادي نضيف فقط كميه صغيره لانه مركز هكاك. بعد غادي نخلطوا مليح المكونات. غادي الان نوضع العجينه في جيب حلواني ونبدا في عمليه التشكيل. هي العجينه اللي وضعتها في جيب حلواني، وضعها هاد لادوي، وهنايا بلاطو راني واضعه فيه ورق الطهي، والزوايا وضعت فيهم القليل من العجينه باش نثبتوا ورق الطهي. والان غادي نبدا في عمليه التشكيل. العجينه تاع اليوم شكلت بها هذا الشكل، يجي على شكل اس لكن الاطراف يكونوا متقاربين. تقعدوا هكاك ديروا ذهاب واياب وتحافظوا على نفس الطول باش يجوكم كاع متقايسين. ولا شفتوا هكاك العجينه هربت لكم شويه، تقدروا بواسطة سكين تنحوها وتعدلوا مليح القطع نتاعكم. غادي تكملوا بنفس الطريقة كما راكم تلاحظوا في الصورة، وتقدروا أيضا تشكلوا أشكال أخرى دوك تشوفوها في الفيديو، إما على شكل أعمدة أو على شكل قطرة. هنا فقط ملاحظة، إذا بغيتوا تحضروا لي بتي فور بالزبدة أو المارغارين غادي نوضع لكم الرابط نتاع هذه الوصفة في آخر الفيديو باش تشوفوا المكونات المضبوطة.
بالنسبة للأشكال الأخرى اللي تقدروا تشكلوها، كاين هذا الشكل أعمدة، وهذا شفتوه معايا من قبل، وهذا العجينة اللي صنعتها بالزبدة يعني ماشي بالزيت، وتاع الزيت غادي تجيكم شوية تقيلة على تاع الزبدة أو المارغارين. تقدروا أيضا تشكلوا الشكل نتاع قطرة راكم تشوفوا فيه في الصورة، ومدى بيكم كل شكل ديروه في سنيوة، لأن مدة الطهي تختلف، كما مدة الطهي تاع الأعمدة تختلف على هذا الشكل. لو كان ديهم في سنيوة واحدة غادي النص يطيب لكم يتحمر لكم مليح، والنص الآخر يقعد هكا كبيض. هنا بعد ما نكملوا عملية التشكيل غادي نسخنوا الفرن على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية، ما يعادل 850 درجة فرنهايت، ومدة الطهي من 20 حتى 25 دقيقة، أو حتى تشوفوهم ولا عندهم هذا اللون الذهبي الفاتح. تقدروا تحمروهم أكثر على حسب الرغبة نتاعكم. من بعد غادي نخلو لي بتي فور حتى يبردوا تماما، من بعد توضعوهم في الشوكولا. تقدروا ايضا تلصقوهم بالمربى، اليوم انا ما لصقتهمش بالمربى، فقط هذه الاعمده تاع العجينه الاخيره اللي تبقات لي صنعتها اعمده لصقتهم بالمربى، لكن القطع الاخرى خليتهم على هذاك الشكل وضعتهم مباشره في الشوكولا. وتقدروا كما قلت لكم ايضا تلصقوهم بالمربى، وتقدروا ايضا تصغوا في الشكل، يعني استعملوا اندوي تخرج قطر صغير هكاك باش الشكل تاعها يجي صغير، ومن بعد تقدروا تلصقوهم مع بعض. بعد هنايا الشوكولا تعطل، يعني مدوبتها في الميكرويف نوضع فيها القطع، وهنا وضعت فقط بضع القطع، المتبقي خليتها كيما هكا على حسب الرغبه نتاع البيت. بعد هاد الشوكولا تخلوها حتى تنشف، ومين يبردوا وهذيك الشوكولا تنشف توضعوهم في علبه باش هكاك ما يشربوا لكمش لوميديتي ويولوا لكم طريين بسرعه، ولا بغيتوهم يقعدوا لكم مقرمشين لمده طويله مدى بكم وضعوهم في المجمد، لان المجمد يحافظ على القرمشه نتاعهم. دوك نفتح لكم واحده وتشوفوا كيفاش جا من الداخل. هنايا فقط ملاحظه تخص خميره الحلوى، انا في هذه الوصفه وضعت نصف ملعقه او نصف كيس، لان خميره الحلوى اللي عندي جايه قويه بزاف، لكن اذا كانت خميره الحلوى اللي عندكم ضعيفه او عاديه تقدروا تستعملوا حتى الكيس واحد او ملعقه صغيره. هنا غادي نفتح لكم واحده يجي جد وهش ومقرمش، ومن ديروه في الفم يذوب. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.